السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تسطب تطبيق تقدر تجرب منه الذكاء الصناعي بشكل قوي جدا، فانا برشح لك الكوبايلوت، مايكروسوفت كوبايلوت. تقدر تسطبه على اندرويد او على الايفون في شات جي بي تي 4، فتقدر انت تتكلم مع الذكاء الصناعي اخر حاجة. وفي ان انت تعمل كرييت للصور، وكرييت للصور بالعربي او بالانجليزي مفيش اي مشكلة خالص. فكوبايلوت هو تقدر انت تسأله اي سؤال. في زرار خاص بالكاميرا، يعني وانت حاجة عجيبة بالنسبة لك تقدر تصورها وتسأله ايه ديت. ممكن انت مثلا ماشي فلقيت تمثال، فانت عايز تعرف تمثال ايه دوت، فانت صوره له، هو يقدر يعمل سيرش ويقدر يعرف لك ايه هو التمثال دوت. تمام، ممكن تقول له اعمل لي صور، فيبدأ ان هو يكريت لك الصور اللي انت عايزها. تقدر عربي انجليزي مفيش مشكلة. اكتب لي ايميل، يقدر يكتب لك ايميل. في ديزاينر تقدر تقول له اعمل لي اي صورة، يقدر ان هو يعمل لك صور زي ما انت عايز، تخيلية زي ما انت عايز. وفي شوية مزايا كتيرة جدا، يمكن هم دول اهمهم. في ترتيبات للسفر، في لكن صراحة لما استخدمته عجبني جدا. فلو انت صرت برنامج واحد للذكاء الصناعي عندك على الموبايل، فافضل حاجة تسطبها على الموبايل هو مايكروسوفت كوبايلوت. وحتى برضو الموقع بتاعه على النت قوي جدا، فهتستفاد جدا منه.